مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى معراب لمتابعة كلمة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بشأن مختلفة. قل لي دولة الرئيس، أليست جريمة أن نجتمع في البرلمان وكأن شيئا لم يكن بعد حوالي 25 اغتيالا ومحاولة اغتيال وعملية تفجير طالت كلها قيادات سياسية وأمنية ورجال رأي وصحفيين؟ قل لي دولة الرئيس، أليست فعلا جريمة أن يكون قد سقط 6 نواب حتى الساعة منذ العام 2005 شهداء الاغتيال السياسي الواضح المبرمج، ونجا 2 بأعجوبة من دون أن يتوقف المجلس النيابي ولو لمرة واحدة بشكل جدي عندها، ويوقف كل أعماله الروتينية ويبقى في حالة انعقاد دائم للبحث فقط في هذه النقطة وتحديد المسؤوليات ولو من الزاوية السياسية ووضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم والطلب منهم وضع خطة نهائية عملية لوقف هذه المأساة؟ قل لي دولة الرئيس، ألا تشعر بالإحراج وأنت تجتمع في البرلمان وكأن شيئا لم يكن مع الفريق المتهم قانونيا، ولو أن المتهم بريء حتى إثبات العكس، المتهم قانونيا باغتيال الرئيس رفيق الحريري، هذا الفريق الذي أيضا تحوم حوله الشبهات في اغتيال النائب جبران طويني ومحاولة اغتيال النائب الشيخ بطرس حرب؟ قل لي دولة الرئيس، أي حياة سياسية هي هذه تحت وطأة العنف السياسي الأقصى والاغتيالات؟ قل لي دولة الرئيس، أي حياة نيابية هي هذه يستهدف النائب فيها قتلا فقط لأنه مرشح بارز بحظوظ كبيرة في الانتخابات النيابية القادمة؟ قل لي دولة الرئيس، ألا نكون نغطي بشكل مباشر أو غير مباشر الاغتيالات والعنف السياسي بالتصرف بشكل طبيعي بعد كل واحدة منها وكأن شيئا لم يكن؟ أعتقد دولة الرئيس أنه آن الأوان لأن نصرخ كلنا على مختلف انتماءاتنا السياسية بصوت واحد عال مدون: كفى وكفى وكفى للاغتيالات السياسية وللإجرام السياسي، ولأن نبلغ الجميع بأننا لن نقوم بأي عمل روتيني بعد الآن قبل وقف آلة القتل، وليتحمل المسؤول المسؤولية. والسلام. إذن مشاهدينا، قد سمعنا لكلمة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي توجه فيها إلى الرئيس بري متسائلا: أليست جريمة أن تجتمع في البرلمان أن تجتمع الجلسة في البرلمان وكأن شيئا لم يكن بعد 25 محاولة اغتيال؟ وتساءل أيضا جعجع: هناك 6 محاولات اغتيال نجا منها 2 من النواب ولم يقف المجلس النيابي ولا مرة أو توقف عن العمل استنكارا لهذه الاغتيالات. جعجع أشار إلى أنه آن الأوان لأن يصرخ الجميع من كل الانتماءات بصوت واحد: كفى كفى للاغتيالات والإجرام. واعتبر بأن لن يحدث، أولا قال جعجع، لن نقوم بأي عمل روتيني حتى وقف آلة القتل. إذن كلمة لرئيس حزب القوات اللبنانية وجه إلى الرئيس بري. المزيد من التفاصيل في نشرة 8، ابقوا معنا.